مين كان يفكر إنه في طريقة نحط الصحون في غسالة الصحون، صح؟ مو نظيف. أقدر أعطيك الصحون نظيفة إذا حطيتيها بطريقة صحيحة. حطيت الصحون الكبيرة تحت؟ طبعاً. حطيت الكاسات فوق؟ أيوة. عبيتي سلة السكاكين بطريقة صحيحة؟ أيوة طبعاً. اتأكدتي إذا رشاش الموية بيتحرك بسهولة؟ أيوة. أها. بس حط غسيل الصحون ما يبغي له كل هالطلبات. طيب ضيعي وقتك واغسليهم بيدك. أتوقع أنها تعلمت الدرس.